خلينا نبدا بليديز فيرست نستاذنكم. سمعتوا عن سمعتوا عن المبادره ازاي وازاي جمعتوا بعض وابتديتوا تروحوا تتقدموا في المسابقه اللي هي تقدم؟ هي اصلا تبع المدرسه، يعني هي المدرسه هي اللي دخلتنا في تقدم. هي دي ثاني خامس سنه في المدرسه. هي اوكي، احنا بندخل نمتحن امتحان ريتن وبعدين امتحان اورال عشان نشوف مين هيدخل. لا بيصفوا، فاحنا كنا 25 واحد تمام. بعدين هما بقى بيقسمونا تيمز، فاحنا بقينا يعني مش انتوا بتختاروا بعض، هما بيقسموكم مجموعات. هما بس المختارين. ال- ال- الامتحانات بقى الشفوي او الريتن بتبقى عباره عن ايه؟ ليه في الاول التصفيات انجلش من البريتش كاونسل بتبقى يعني بالانجلش لانجوج بيسالوكوا على الانجلش لانجوج جرامر الكلام ده كله. طيب فكره بقى، فكره الـ او البروسيجرز، انتوا الاول بتدخلوا اختاروكم مجموعات. انتوا قلتوا ان انتوا كنتوا خمسه بس طبعا مين زمايلكم الاثنين؟ ديما مصطفى ومروان محمود. طيب المجموعه اتشكلت، الفكره بقى اخترتوها على اساس ايه؟ مين اللي بيحدد الفكره؟ اوكي تمام. الفكره عموما يعني احنا الخمسه بنقعد نفكر لغايه ما نشوف الفكره اللي احنا عايزين نوصل لها. يعني ده اللي بنفكر فيه، احنا عايزين نشوف فكره ما اتعملتش قبل كده نفكر فيها، بحيث ان الفكره دي لازم تفيد البيئه والمجتمع يعني هو اساس البرنامج ان هو لازم ينمي دماغنا او يخلينا نفكر اكتر. اولا هو في كذا فايده في الحقيقه من يكون في تيم ورك بيشتغل، ان احنا بنعلم او بنعلم نفسنا ان احنا يبقى عندنا روح الفريق. صح؟ ايوه. ومش الفكره دي فكرتي ولا ده سرقها مني وانا اللي قايلها الاول، صح؟ اللي هو روح الفريق في تعاون ايجابي وفي نفس الوقت بننمي مهاراتنا وفي ابداع وفي ان احنا ثقتنا في نفسنا بتزيد لانه بنقول فكره وبتتنفذ، مش كده؟ أيوة. طيب بس برضو هسالكم تاني، مين صاحب الفكره اللي في الاخر تم اختيارها؟ وفي الحقيقه احنا فعلا كلنا فكرنا مع بعض، كل واحد مثلا بيقترح فكره، طب دي حلوه دي وحشه، فكلنا مثلا بعد ما نصفي افكار كتير نقول اوكي ماشي دي تمام. طيب قلنا مثلا قبلها كان في فكره تانية بس عادي طنشناها وكده. يعني احنا اصلا اللي خلانا نفكر في الفكره دي ان الكورونا كانت بدات تيجي في الصين والعادات بقى والوفيات، فاحنا قلنا طب ليه ما نفكرش في حاجه تساعد الدنيا او ده من بدري انتوا بتفكروا في القصه دي. يعني احنا كان اصلا ان احنا كنا لازم عايزين نعمل حاجه ليها علاقه بالكورونا او بالازمه اللي موجوده دلوقتي. فاحنا فكرنا ان اهم حاجه دلوقتي الناس بتكون عايزينها كمامه، وتكون في نفس الوقت كمامه قويه مش زي باقي الكمامات، ومش غاليه قوي ومش رخيصه قوي، اللي هو تمام يعني. اكيد اكيد. طب خليني اعرف منكم، انتوا الاول بتقولوا انتوا بتعملوا عادات مع بعض، انتوا خلاص تم اختياركم، يعني الصوره دي مثلا ايه؟ احكوا لنا عن الصور اللي احنا شايفينها. ده هنا في اللاب بتاع المدرسه. احنا هنا كنا بنطلع السيلفر من الاكس راي عشان نعمل ريسايكلينج لحاجه من الكمامه زي يعني ده وانتوا ازاي بتعملوا بتصنعوا الكمامه ازاي بتصنعوها؟ ايوه بالظبط. طب انا عايزه اسال سؤال، كلموني بقى، انا عايزه ارجع يعني لورا كده الاول، ايه الافكار اللي كانت مطروحه بقى؟ يعني في قعدات البرين ستورمينج كانت كام فكره وكانت رايحه في انهي اتجاه الى ان اخترتوا ان احنا اصلا اول ما اخترنا بعض، يعني هم قعدوا يقولوا لنا اعملوا فكره اعملوا لها برزنتيشن، هو الكلام كله كان مطبق ان احنا نشتغل مع بعض كلنا. فاحنا قعدنا على الجروب نفكر كتير قوي، كنا بنفكر في نعمل ساعه ونعمل حاجات تساعد برضو الذوي الاحتياجات الخاصه. انت كانت فكرتك ايه في التيم بتاعك؟ ايه الافكار اللي كنت بتقترحيها؟ مش فاكره قوي بس يعني ولا حاجه من اللي اترفض ومش فاكره اي واحده منهم. ممكن احنا كنا كتير قوي بواحد بعينه او كده. ايوه اللي هو كنا بنفكر بس تمام. ممكن كانتش هي اترفضت واحنا كنا يعني مش كانتش فكره كامله، كنا مثلا نفكر اللي هو جالها فكره بسيطه فنشوف اذا كانت ولا لا. بس دي اكتر فكره احنا خدنا فيها بروجريس حلو. بس انا ام انترستد ان انا اعرف ايه الافكار اللي كانت مطروحه ماشيه في انهي اتجاه غير اللي رسيتوا عليها في الاخر. مثلا كنا عايزين نعمل مثلا كوتشي ان هو احنا بنمشي يولد الكتريستي او يعمل حاجه من نحط فيه سولار سيل من الموفمنت من هيت انرجي يحولها الكتريك من الموفمنت يعمل انرجي يعني. فدي كنا بنفكر فيها بس حسينا برضو اللي احنا عايزين حاجه نستغل فيها الازمه اللي دلوقتي بتتعمل. فاحنا لقينا ان دي انسب فكره قوي ان احنا نستغل حوار الازمه وان في كورونا وكده. واحنا بجد يعني دي اكتر فكره رسينا عليها وكلنا حبيناها جدا.